وبالعودة مشاهدينا إلى الاجتماع الذي جرى بين ماكرون وميركل، ينضم إلينا من باريس باحث في العلاقات الدولية طارق زياد وهبي. أهلا بك أستاذ طارق. أهلا بك. أهلا بك. بداية أستاذ طارق، إدلب تبدو من أعقد ملفات الأزمة السورية، هل ترسخت قناعة لدى الدول الكبرى بأن الحل في إدلب سيكون سياسيا وليس عسكريا كما جاء في الاجتماع الذي عقد بين ماكرون وميركل؟ يعني الاتحاد الأوروبي وبالتحديد دولتين فرنسا وألمانيا تحاولان بقيام جهد كبير جدا لكي تكون هذا الموضوع، يعني الحل، أن يكون حلا سياسيا وليس حلا عسكريا، علما أنه عندما نرى أن القوى المشاركة في كل هذه الأزمة وبالتحديد في إدلب، فنرى تناقضات كبيرة بأقوال هؤلاء الدول. نعم. أول ما أريد أن أقول له أن ميركل وماكرون يريدان أن تجنيب إدلب أزمة إنسانية. لا تنسي يا سيدتي هناك 3 مليون شخص في هذه المنطقة. بالضبط، صحيح. بينما بوتين يحاول أن يقول لنا أن كل ما يقوم به هو لعودة اللاجئين السوريين والحاجة إلى المساعدات لبناء والإعادة البناء. أيضا يقولون الروس أنهم يلتزمون بما حصل في اتفاق الستانة 4، أي مناطق خفض التصعيد. بينما نرى تركيا تريد أن تقول أيضا أنها ليست هناك فقط لموضوع إنساني، أيضا تريد أن توسع رقعة تدخلها وبحجة الأمن حدود تركيا والقضاء على التهديدات التي تسميها هي إرهابية بالمفهوم الخاص بها. نعم نعم أستاذ طارق. نعم، أود أن أعقب على هذا النقطة بالتحديد. طيب، ما هي أبرز الأسس الذي سيقوم عليها الحل السياسي لمسألة إدلب، وكيف سيتم حل الأمور الشائكة وخاصة أبرزها طبعا قضية جبهة النصرة المسيطرة على إدلب وطبعا أيضا المصنفة دوليا على أنها منظمة إرهابية؟ صحيح، الموضوع يعني بدأ الحديث به بالاتفاق باللقاء الذي حصل أيضا البارحة بين بوتين وميركل بما نسميه طاولة، يعني اجتماعات مفتوحة دائمة مع تواصل دائم في يعني في محافظة إدلب مع بعض. يعني لا تنسي يا سيدتي أن هناك عملية استخباراتية كبيرة داخل إدلب والنظام يحاول يعني كسر هذه العملية لأنه يريد فتح ما نسميه طريق مواصلات من جسر الشغور حتى حلب مرورا بمحافظة إدلب، بمعنى أن كل الجهود الدبلوماسية التي تقوم حاليا هي جهود لها علاقة بما نسميه أعطيكم شيء وتعطوني شيئا آخر، بمعنى أن تركيا تحاول أن تكبح ما نسميه بين قوسين الإرهابيين الذين بالنسبة لها هم ليسوا إرهابيين، وبالتحديد الجيش السوري والنظام السوري يحاول أن يقول أعطونا بالمقابل شيء لكي نسكت عن شيء آخر. يعني مثل ما أفهمه منك هذا، يعني بين رغبة الروس والإيرانيين في السيطرة على إدلب ومعارضة الأتراك لذلك. طيب، كيف سيتم التوصل إلى طريق يرضي هذه الأطراف الثلاثة، وهل ستكون إدلب سببا في الصدام بينهم؟ لا أعتقد سيكون هناك صدام، لأن الثلاثة إن كان الأتراك ولا الإيرانيين ولا الروس سيجتمعون قريبا في طهران، وهذا الموضوع لن تغيب ملائكة الأوروبيين عنه، بمعنى أن فرنسا وألمانيا ستكون حاضرتان بالشريك الروسي التركي، بحضورهما سيتم ما نقوم به حاليا، يعني هو توزيع في المنطقة من سيقوم بماذا، بمعنى أنه هناك أهداف عسكرية ستضرب في إدلب لمواقع، وبدأ القصف يعني بمواقع معينة لقواعد عسكرية لجبهة النصرة ستضرب وستحد من قوة وعزيمة هؤلاء الأشخاص. أيضا الروس سيقدمون على ما نسميه فتح الطريق المواصلات ما بين جسر الشغور إلى حلب لكي تنتعش مدينة حلب ولكي تصبح موصولة بجسم الدولة السورية.
هذا الموضوع جد مهم للنظام السوري ويريده أن يكون أولوية بهذا الموضوع. إذا أعطي للنظام السوري هذا الطريق من بجسر الشغور إلى حلب، أعتقد سيتنازل عن عدة أمور وسيقول للأتراك استلموا المنطقة، وسترون أنه ليس بهذه البساطة العمل مع التيارات يعني الفسيفساء المعارضة الموجودة في هذه المنطقة. نعم، في ظل ما قلتها لي قبل قليل بأن هناك استخبارات تركية موجودة في إدلب، وأيضا تحدثت أوساط بأن هناك تعزيزات تركية أرسلت لنقاطها في إدلب. طيب، هل غرد الأتراك خارج ممر الضامنين وبدأوا يسيرون بالفعل لترسيخ وجودهم وسيطرتهم في إدلب؟ أبدا يا سيدتي، كل ما يقوم به الأتراك منسق حتى مع الأمريكيين، لأن الأمريكيين كما قال نائب الرئيس تريلسون وزير الدفاع عفوا قال أنه العملية التركية منسقة تماما مع الجيش الأمريكي، ويعرف جيد الجيش الأمريكي ماذا يحصل مع الأتراك وساعة الصفر. تعرفين يا سيدتي بالموضوع العسكري لا تستطيع أن تأخذي ما نسميه أين متى ستقوم هذه العملية. كل الموضوع حاليا مرتبط أنا أعتقد بمحادثات مهمة لها علاقة بموضوع ما نسميه المجاهدين الأجانب، لأن ألمانيا وفرنسا تبحثان أيضا عن عدم عودة هؤلاء، وماذا سنفعل بهم؟ هؤلاء الموجودون الذين قد يحصون تقريبا بحوالي 4000 مقاتل، لا تريد لا ألمانيا ولا فرنسا عودة هؤلاء المجاهدين الأجانب وبالتحديد من أصول أوروبية. ولكن تقارير أيضا تحدثت بأن بشأن هؤلاء المسلحين الأجانب المتواجدين حاليا في إدلب سيتم ترحيلهم إلى تركيا، طيب ما هي مدى صحة هذه التقارير؟ لا أعتقد أن تركيا ستقبل بهذا الموضوع إلا وفقا، يعني دائما في العلاقات الدولية هناك مصالح مشتركة. إذا قبلت تركيا بذلك فعلي الاتحاد الأوروبي وبالتحديد فرنسا وألمانيا أن يدفعوا المقابل بهذا الموضوع. حتى اللحظة أنا أعتقد هناك ما نسميه قرار أن لا يحصل بإدلب ما حصل بدرعا والقنيطرة، بمعنى أنه لن يسمح للنظام السوري تحت حجة ما أن يضرب هذه المنطقة بهذه الطريقة. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ طارق زياد وهبي، باحث في العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من باريس.